السلام عليكم أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا في هذا الكورس المميز ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين مع درس 97 من كلمة جديدة كلمة brain. سوف نتعلم استخداماتها وأهم المرادفات فقط في دقيقتين. أما الآن اضغط على إعجاب واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس المجانية مباشرة. أما الدروس السابقة تجدها أسفل هذا الفيديو في مربع الوصف. كلمة brain لديها مجموعة من المعاني، أهم هذه المعاني جلب، أحضر، أدى أو رافق. كلمة bring إذن كيف نستخدمها؟ المثال الأول: in an emergency حالة طوارئ. in an emergency في حالة الطوارئ my son could drive up and bring us home. in an emergency في حالة الطوارئ my son ابني could drive up يمكن أن يقود السيارة and bring us home ويعيدنا إلى المنزل أو يجلبنا إلى المنزل. المثال الثاني: he tried to bring، هو حاول أن يجلب، he tried to bring the fox nearer to him. he tried to bring the fox nearer to him، حاول تقريب الثعلب إليه. he tried الفعل الماضي لـ tried حاول to bring أن يجلب the fox nearer to him الثعلب إليه أقرب إليه. nearer أقرب. وأهم المرادفات كلمة bring لديها بعض المرادفات، أهم هذه المرادفات كلمة fetch جلب، fetch جلب، get حصل على invite دعا attend حضر. هذه أهم مرادفات كلمة bring، حاول أن تحفظها بالتسلسل وسوف نشرحها في الحلقات القادمة أيضا. أما الآن جرب خبرتك في كلمة bring واكتب لي جملة مستخدمة فيها كلمة bring. استخدم كلمة bring في جملة حتى تجرب كيف مدى حفظك لهذه المعلومات اللي مرت علينا سابقا. حاول أن تكتب جملة تستخدم فيها bring، وإذا واجهت صعوبة خذ إحدى الأمثلة التي مرت علينا قبل قليل واكتبها بالتعليق حتى يستفاد منها الآخرون أيضا. إذن انتظرونا في الحلقة القادمة 98 مع كلمة مهمة جدا هي كلمة brother. سوف نشرحها بالتفصيل، نأخذ أمثلة عليها وأهم المرادفات. لا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة هذا الفيديو لجميع أصدقائك، فإننا نضع الكثير من الوقت والجهد لنشر هذه المعلومات للجميع. شكرا لكم وإلى اللقاء.